بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض رحله اسبوع الالام. في الصباح السيد المسيح دخل اورشليم كملك وكعريس للبشريه، عريس لكل نفس. والمفروض ان كانت اورشليم كلها تفرح، لكن الحقيقة مش كلهم فرحوا. في ناس كانوا فرحانين جدا وبيهتفوا، وفي ناس كانوا متعصبين ومتضايقين جدا وزعلانين حتى من أصوات الأطفال اللي بتهتف وبيقولوا ما تسكتهم. وهو قال لهم ده إن سكت هؤلاء فالحجارة تنطق. وبكى على أورشليم وقال لها أنت مش عارفة ما هو لخلاصك. النبوة الجميلة اللي قالها زكريا النبي قبل المسيح بحوالي 450 سنة يمكن، قال فيها زكريا 9:9، قال فيها كده: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم. خلوا بالكم التعبيرات، بنت أورشليم، ابنة صهيون، أصل عريس اللي جاي عريس، فبيكلم النفس البشرية بيقول لها يا ابنة صهيون، يا بنت أورشليم. هو جاي للناس كلها، جاي عريس لكل نفس، فمش بس ملك، ده عريس. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك. ملك، هو عادل ومنصور ووديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. ليه تهتف وتبتهج؟ أول حاجة لأنه اللي جاي لها ده ملك محب جاي يفتقدها. الإنسان كان عاجز أنه يخلص نفسه، لكن ربنا جاي مخصوص عشان يفتقدنا. دايما ربنا صاحب المبادرة، دايما ربنا بيبادر بالحب، دايما ربنا الأول، ويقدم كتير وعايز بس استجابة بسيطة من الإنسان فيقدم أكتر وأكتر. بس دايما ربنا جاي يفتقدنا، جاي يدور علينا وجاي ينقذنا ويرفعنا. حتى لو احنا كنا وصلنا لأسوأ مستوى، هو جاي علشان يرفعنا من المستوى ده ويرجعنا تاني لرتبتنا الأولى. حتى لو كنا وصلنا لأدنى مستوى، هو نزل للمزود، نزل للقبر. مفيش أسوأ من كده، يعني مفيش عفونة أصعب من القبر، أو نزل للمستوى ده، نزل بس غلب. وده حاجة جميلة، إنه الملك مش بس ملك محب، لكن ملك غالب ومنتصر. ملك غالب ومنتصر، يقول كده إيه؟ إنه هو منصور، ملك منصور، خرج غالبا ولكي يغلب، زي ما قال في سفر الرؤيا. وكل واحد هيدخل في شركة معاه هياخد هذا الانتصار. فيه احنا اعظم من منتصرين زي ما بيقول القديس بولس الرسول، فعطانا الغلبه والانتصار بيه. ثقوا انا قد غلبت العالم، كل واحد يثبت فيه يغلب العالم معاه. ملك منصور وقوي جاي يحارب الحروب بتاعتنا اللي احنا فشلنا فيها، وجاي عشان ينتصر لحسابنا. بيقول كده في عبرانيين 2، يقول: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. يكسر إبليس اللي كان له سلطان الموت، بيموت الناس، بيقرص زي العقربة اللي بتقرص بتموت. فكان الخطية كده، هي دي الشوكة اللي بتدخل السم للناس فتموت. فهو دخل للموت بدون خطية، دخل للموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت
كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. دول البشر خايفين من الموت، عايشين في عبودية. تلاحظوا هنجلها في الآخر إنه بيقول كده في الساعة 9 من ليلة الاثنين، يقول إنه كانوا ماشيين رايحين على أورشليم وكانوا يخافون، كانوا خايفين ماشيين ورا المسيح وخايفين إزاي تيجي، معلش إيمانهم ضعيف، كانوا خايفين. اللي خايف ده بيكملش للآخر، كانوا لسه تحت العبودية. ما احنا شفنا أشجع التلاميذ وأكثرهم حماسة بطرس خاف، ده وضع الإنسان، خاف جارية مش حتى بتستجوبه يعني في استجواب رسمي، لا ده قاعدين بيتدفوا، فهي بتقوله انت مالهم، خاف بتخاف، بتخاف انت الشجاع، ايوه ده الانسان، ده البني ادم اللي خايف. الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. المسيح جاي كملك منصور، جاي ينصر الانسان وجاي يرفعه. الساعه الاولى من السواعي المسائيه النهارده بيقول الان جاءت دينونه هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا. القوة دي طبعا جاي علشان يهزم العدو بتاعنا، يدخل الحرب بتاعتنا، تشارك في اللحم والدم، يدخل الحرب بتاعتنا ويهزم العدو لحسابنا. الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا، خلاص بقاش له مكان في وسطنا. شوف بطرس ده اللي كان خايف ده، شوف شجاعته وواقف قدام 3000 واحد، ولما اتريقوا عليهم قالوا دول سكرة. السكرة مين؟ احنا الساعة 9 الصبح، ده هذا ما قيل بيقيل، وقعد يشرح الآيات اللي كانوا بيقعدوا يذكروها للمسيح، علمهم يذكروا في الكتاب المقدس وفي النبوات، ويقف قدام المجمع اليهودي يهددوهم، يقول لهم ما نقدرش ما نتكلمش باللي احنا شفناه وسمعناه، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. يهددوهم، قال لهم مش هنسمع مهما تقولوا. تاني مرة جلدوهم، يقول لك خرجوا فرحين. ايه القوة دي؟ اتحدوا بالملك المنصور، اتحدوا بالملك الغالب، أخذوا قوة بعمل المسيح في حياتهم. ويقول كمان إن هو ملك عادل، يبقى ملك محب ومنصور وعادل. عادل جاي يحقق العدل، جاي يرفع الظلم عن المنكسرين واللي بهدلهم عدو الخير، جاي يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة، جاي يطلب الضال ويسترد المطرود، ويجبر الكثير ويعصب الجريح، ويبيد السمين والقوي، ويرعى غنمه بعدل. دي في حزقيال 34، يطلب الضال ويسترد المطرود، ويجبر الكثير ويعصب الجريح، ويبيد السمين والقوي. السمين والقوي ده اللي بياخد حاجة غيره واللي بياكل غيره وشايف نفسه متفرعا على اخواته، يبيد السمين والقوي، يرعاها بعدل، يرعى غنمه بعدل. ملك عادل، ملك يرد لنا حقوقنا المسلوبه مننا، يرد لنا رتبتنا الاولى اللي راحت اتسرقت في لحظه غفله من حواء وادم، يرد لنا حقوقنا المسلوبه اللي اغتصبها مننا عدو الخير، يرد لكل واحد طهارته اللي فقدها بالخطيه، يرد له سلامه، يرد لنا قوتنا، يرد لنا اتزان عقلنا، لان الخطيه بتعمل عدم اتزان، يرد لنا حريتنا، يرد لنا كرامتنا، يرد لنا قوه ارادتنا اللي تلفت بالخطيه وضعفت وانهارت قدام حروب عدو الخير، انهارت ارادتنا، يرد لنا كل قوتنا، يرد لنا بهجة خلاصنا، يرد لنا بهجة خلاصنا. هو ده الملك العادل اللي احنا بنحتمي تحت ظل جناحه، هو ده اللي احنا بنستظل فيه. مش لما يكون في قانون عادل في البلد يبقى الواحد ايه؟ يبقى مطمن كده انه مش فلان ده يعني هياكل حقي وخلاص وانا هبقى مغلوب على امري، لا، في قانون هيجيب لي حقي،
هو ده الملك العادل اللي جاب لنا حقنا، جاب لنا حقنا وعرفنا ان في الارض خلاص احنا ملناش وطن هنا، احنا لينا وطن في السماء، وهيجيب لنا حقنا الابدي اللي اهم بكتير من امور الارض. كان حتى في امور الارض يدينا القوه والبركه والنجاح والسلام والحريه، يدينا كل حاجه. ايضا ملك محب ومنصور وعادل ووديع. يقول لك يا بنت صهيون اهتفي وافرحي يا ابنة أورشليم، لأن الملك اللي جاي لك ده ملك وديع ومتواضع. ياه، ودي أحد أجمل أسرار جاذبيته. جاذبيته دايما المستبد الناس تنفر منه، اللي بيفرض نفسه الناس ما ترتاحلوش، لكن الوديع المتواضع الناس ترتاح له خالص وتفرح بيه خالص. هو وديع لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. إيه ده؟ ملك وديع خالص، ما جاش عشان يدين العالم بس، لكن علشان يخلص العالم. وأي نفس فينا تستريح كده للقائه، تستريح للقعدة معاه، لأنه بدايما يحط نفسه في خدمتنا. ياه، ده ملك بس جاي يحط نفسه في خدمتنا. يقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ياه، إيه الجمال ده؟ ملك حلو قوي، وديع ومتواضع، يشجعنا دايما على ان احنا ننهض وان احنا نمشي في طريق النور. وكل واحد فينا له مكان في حضنه، كل واحد فينا له مكان في اهتمامه، له نصيب في نعمته. يملك على القلوب بودعته وبتواضعه، مش بالاستبداد ولا بالعنف ولا بالأمر. حتى وصاياه قديس يوحنا كده يقول دي وصايا جميلة ليست ثقيلة، وهو قال كده احملوا نيري عليكم تعلموا مني لأن نيري هين وحملي خفيف. اللي يحب يقبل يقبل، عمره ما يفرض نفسه. فملك وديع ومتواضع، احنا بنفرح وبنرتاح ان هو يملك على قلوبنا ويملك على حياتنا، ونديله انه يسكن في حياتنا وبروحه كده يحيينا وبنعمته يغنينا ويفرحنا ويدينا من مجده ومن كرامته. ملك وديع ومتواضع، ملك قوي وغالب ومنتصر، وفي نفس الوقت ملك وديع ومتواضع، وملك محب وملك عادل. أيضا هو عريس، هو ملك عريس جاي لكل نفس فينا بيقدم نفسه كشريك حياة عشان ندخل معاه في عهد. واتكلم كتير عن إن هو عريس في مثل العذارى الحكيمات، وفي مثل اللي صنع عرسا لابنه كتير، وفي العهد القديم كان يقول أنا محبة أبدية أحببتك أخطبك لنفسي إلى الأبد أدمت لك الرحمة. طب ولما الناس ترفضه بعد ما هو عريس النفس اللي اشتراها وخلصها والنفس تستغنى عنه، إيه وضعها بقى؟ وضعها تبقى أرملة لما واحدة تفقد عريسها، تتحول إلى أرملة. فاللي رفضوا المسيح أورشليم بالناس الكبار اللي فيها اللي مسكنها، سواء رؤساء كهنة أو معلمين أو شيوخ، دول الكبار بتوع البلد رفضوا. فأرميا النبي الكنيسة حطت لنا النبوة بتاعته في الساعة 9 النهاردة، أول حاجة بدأنا بيها من مراثي أرمية. يا حقيقة يعني كلام يوجع خالص خالص. بيقول إيه؟ بيقول كيف جلست وحدها، خلاص ما بقتش زوجة بقت أرملة. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعوب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم،
رئيسة البلدان صارت تحت الجزية، اللي كانت رئيسة دلوقتي بقت خدامة بتدفع الجزية. رئيسة البلدان صارت تحت الجزية، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها من معز من جميع محبيها، كل أصدقائها أهانوها وصاروا لها أعداء. إيه؟ خلاص ما لهاش راجل، ما بقاش حد يدافع عنها، حتى أصدقائها بدأوا يهينوها وبقوا أعداء ليها. فالسيد المسيح جاء إلى أورشليم كملك وكعريس، ولما أورشليم رفضته صارت كأرملة. لكن السيد المسيح حبه ما توقفش. دي أجمل حاجة في إلهنا، إن هو كله حب، حبه ما بيتوقفش، وأي إنسان يرجع تاني يتمتع بحبه تاني ويدخل في دايرة محبته تاني. السيد المسيح جاي في رحلة، رحلة علشان يفتح لنا طريق للحياة الأبدية، جاي في رحلة ويفتح لنا في الوضع الموت اللي احنا فيه ده، يفتح لنا طريق الحياة الأبدية. اللي كان موجود يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت هنا في الاجتماع كنا بنتكلم على هبة حمل الصليب، كنا بنقول ان الطريق الضيق هو ده الطريق اللي فتحه لنا المسيح بدمه وبصليبه لكي نصل إلى السماء. مفيش سكة تانية، عشان كده مفيش سكة للحياة الأبدية غير الطريق الضيق، مفيش سكة تانية. أي واحد مش حابب الطريق الضيق هيبعد عن طريق الصليب، دخل في الواسع هنا أو هنا كده، دخل في الواسع المؤدي إلى الهلاك. والطريق الضيق ده لا يمكن أن نرى يسوع إلا فيه. اللي عايز يشوف يسوع هيشوفه في الطريق الضيق بس، طريق الصليب بس. في الساعة الأولى من ليلة الاثنين مجموعة من اليهود اللي جايين من اليونان، يقولوا عليهم يونانيين، يعني جايين في العيد يعيدوا في عيد الفصح، اللي هم جزء من يهود الشتات، فسمعوا عن المسيح فراحوا لفيلبس وقالوا له نريد أن نرى يسوع. حاجة حلوة قوي، كويس أن الإنسان يبقى عنده اشتياق كده زي زكة. نريد أن نرى يسوع. ففيلبس راح لأندراوس، وأندراوس وفيلبس راحوا ليسوع، ربنا له المجد، وقالوا له الناس بتقول عايزة تشوفك، يجوا إمتى ولا نقابلهم إزاي؟ ولا سيد المسيح بدأ يدخل بقى إيه في معنى مهم جدا، يعني عايز يقول لهم يعني هيشوفوني كده بشكلي هيعملوا إيه؟ هيستفادوا إيه؟ اللي عايز يشوفني يعني يحس بي، يعني يحس بي في حياته، يعني يحس بحضوري في حياته، يعني يدخل في شركة معايا، هو ده اللي هيشوفني. مش هيشوف منظر ولا رؤية، لكن ولا يشوف معجزة زي ما هيرودس كان بيدور إن المسيح يعمل له معجزة وطلب منه، المسيح ما ردش عليه يوم الجمعة العظيم، قال له وريني معجزة، هو احنا بنفرجة. فراح السيد المسيح ردد عليهم وقال لهم ايه؟ الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ده الطريق اللي الناس تشوفني به، من يريد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه في هذه الحياة يخلصها. اللي شايف نفسه بيطبطب على نفسه وبيهتم بنفسه وبيدور على يعني يدلع نفسه، ده بيهلك نفسه. واللي بيهلك نفسه من أجلي يجدها، اللي هيمشي معايا في طريق الصليب هو ده اللي هيشوفني، وهو ده اللي هيخلص نفسه. وبعدين قال لهم أنا طالع في طريق صاعد، إن ارتفعت إلى فوق أو إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموتها. فالصليب لما بيقول أجذب إلي الجميع، إذن الصليب له جاذبية طبعا، بس طريق طالع. وهو حتى اتصلب على ربوة عالية جبل الجلجثة، وقتها كان خارج أورشليم،
مع كده الأسوار ضمته داخل أورشليم، لكن كان جبل عالي، ولحد النهاردة المكان بتاع الجلجوثة موجود وبيطلعوا له كده من جوه كنيسة القيامة في ممر للناس اللي راحت. طبعا تعرف تشرح لنا أكتر، أنا ما روحتش. ففوق كده طريق طالع، الطريق بتاع الصليب لازم نبقى عاملين حسابنا أنه هو فيه شوية مشقة لأنه فيه صعود فيه طالع، لكن اللي يخلينا نعرف نطلع من غير صعوبات كبيرة الجاذبية بتاعت المسيح، جاذبية الصليب، جاذبية حبه، جاذبية كلامه الحلو، جاذبية صليبه، جاذبية الأحضان المفتوحة. دي تشجعنا جدا، تخلينا نحتمل كل حاجة، حتى لو رجلنا اتعورت في السك، حتى لو في يعني مشقة في الصعود لأنها ضد الجاذبية الأرضية، الجاذبية بتاعت المسيح أقوى تشدنا. كلامه الحلو لما نقعد نسمعه يشدنا جدا جدا جدا. يبقى مش مهتمين نعرف أخبار العالم، مش محتاجين، مش ملهوفين على الدنيا. الناس ليه ملهوفة على الدنيا؟ لا مش شبعانة. اللي شبعان بالمسيح ما يبقاش ملهوف كده. وساعات احنا نلاقي نفسنا في الوضع ده، يبقى احنا مش شبعان، يبقى احنا في وضع مش شبعانين، يبقى لازم نشبع بالمسيح. طول ما احنا ملهوفين على الدنيا كده ومشدودين ليها، يبقى احنا بعيد عن دايرة الجاذبية بتاعت المسيح. في واحد من بطاركة الكنيسة العظماء كان اسمه ديونيسيوس، ده البابا رقم 14، اللي شده لربنا كان بيحب القراية وكانش مسيحي، وراح في السوق فلقى واحدة قاعدة ست كده قاعدة على الأرض بتبيع في السوق كم ورقة كده مخطوطات، كم ورقة، فخد منها الورق بكام دول شوف فيهم ايه، وكانوا أجزاء بسيطة من رسائل بولس الرسول. أراهم، قال إيه ده؟ إيه ده؟ راح تاني يوم لقى الست قاعدة، قال لها اديني كل اللي معاكي، قالت له خد، أعطيته كل اللي معاه. قالت لا، قال لها ما تشوفي لي لو في عندك تاني، قالت له لا كده خلصت، أنا أشوف بقى أدور بقى لو أجيب حاجة تاني. راح أراهم كلهم، برضو لقى حاجات ناقصة، بس اتشد، قال إيه ده؟ ده كلام الحياة الأبدية ده ولا إيه؟ رجع لها تاني، قال لها لا انت لازم تشوفي لي الكلام، لسه في حاجات كتيره باين انها مش موجوده، انا عايز تاني. قلت له بص الحاجات دي بتاعه المسيحيين، تعال انا اوديك الكنيسه وهناك الكاهن يدي لك، هتلاقي كل حاجه عنده. قال لها وديني. راح بقى، راح الكنيسه في اسكندريه، كان اسكندريه، والكاهن عطاله كل العهد الجديد، قعد يقرا والعهد القديم متعمد وبقى مسيحي، والتلمذ في مدرسه اسكندريه على ايدين اوريجينوس، وبعد كده بقى مدير مدرسه اسكندريه، وبعد كده بقى البابا رقم 14 البابا ديونيسيوس. شوفوا كلمه ربنا بتشد ازاي. واحنا ساعات عندنا كل حاجه، مش ورقتين ثلاثه، احنا عندنا الكتاب المقدس وتفاسير قد كده ورصيد من تفاسير الاباء وتاملاتهم، لو قعدنا طول حياتنا نقرا مش هنخلص قد ايه الغنى اللي موجود في الكنيسه. واحنا يعني بناخد فتفوته كده مش داخلين في دايره الجاذبيه، عشان كده العالم شغلنا فالمسيح له جاذبيه، انا ان ارتفعت الى فوق اجذب الي الجميع. الاحضان المفتوحه بتاعته بتشدنا. في الساعه الاولى بيقول الساعة الحادية عشر من السواعي الصباحية بيقول كده من إشعيا، بيقول ليتك أصغيت لوصاياي لكان سلامك كنهر، يا نهر مية ما بتخلصش، يا ليتك أصغيت لوصاياي، لو تقعد كده تسمع كلامي كده وتفرح بكلامي، ما يبقاش حياتك فيها اضطراب أبدا ولا قلق ولا هم ولا غم، لكان سلامك كنهر.
في حين في آخر الفصل برضو من إشعياء يقول لا سلام للمنافقين قال الرب. نقطة مهمة بقى في وسط الكلام كده في الساعة الأولى من السواعة المسائية، إنه أحياناً ما بنعرفش نمشي وراء المسيح، ما بنعرفش هو جاي بيمر علينا زي ما جه يفتقد أورشليم النهاردة وداخل كعريس وكملك، وعايزنا نطلع معاه في الرحلة بتاعته المؤدية إلى الحياة الأبدية. وبعدين في ناس مربوطة بالعالم، في ناس الخطية معششة فيها، معششة في قلبها، بيجوا الكنيسة ويمشوا من الكنيسة لكن الخطية موجودة، في محبة للعالم، في شهوة وحشة، في اهتمام بحاجة يعني ما تمشيش مع بنوتنا لربنا، حاجة مش مظبوطة كده. طب يا رب احنا معترفين ان احنا ضعفاء، بس عايزين حد يساعدنا، عايزين حد يساعد، تيجي تساعد عشان ننظف قلبنا علشان نعرف نمشي وراك يا رب، عشان ما فيش حاجة تربطنا وتشدنا لورا، عايزين حد يساعدنا. في سفر صافونيا الإصحاح الأول، النبوة اللي اتقرت علينا في الساعة الأولى من السواعة المسائية، بيقول عبارة في منتهى الجمال، بيقول سيكون في ذلك اليوم إني أفتش أورشليم بسراج وأعاقب الناس الذين يرفضون التحفظ القائلين في قلوبهم أن الرب لا ينفع ولا يضر. جاي يساعدنا، بس لو احنا ما قبلناش مساعدته هيتحكم علينا، جاي يلحقنا ويساعدنا قبل الدينونة. فبيقول سيكون في ذلك اليوم إني أفتش أورشليم بسراج، هيمشي يفتش أورشليم كلها اللي هي كل قلب فينا، كل نفس فينا، هيفتش بسراج وفي حاجة كده مش مظبوطة مستخبية، وحيساعدنا إن احنا ننظف أي حاجة مش مظبوطة ونطرد زي ما دخل الهيكل كده ونظف وطرد موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام وقال لهم إيه ده؟ لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، بيتي بيت الصلاة يدعى. نظف نظف. سيكون في ذلك اليوم إني أفتش أورشليم بسراج. وإحنا نقول يا رب هات السراج ده يا رب، نور كلامك الحلو اللي هو قال عنه داود سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل، وتعالى اكشف الزوايا المعشش فيها الخطية والحتت المظلمة والحتت اللي فيها حاجات غلط واللي فيها ميول غلط واللي فيها كراهية واللي فيها كبرياء واللي فيها انتقام واللي فيها شهوات وحشة، كل الحاجات دي تتنظف. تعالى يا رب وفتش قلبي يا رب، تعالى ونظف علشان أعرف أمشي معاك من غير ما حاجة ترجعني لورا، من غير ما حاجة تربطني، أعرف أمشي وراك. طيب والناس بقى بيقول إيه؟ أعاقب الناس الذين يرفضون التحفظ القائلين إن الرب لا ينفع ولا يضر. ناس يقول لك مش فارقة منصوم ولا منصومش، البسخة والحاجات الطويلة بيقولوا عليها ديت مش فارقة كتير، الرب لا ينفع ولا يضر، ما هي ماشية ماشية. لا، في ناس واعية، في عذارى حكيمات، الناس كلها شكل بعضها من بره، لكن في ناس عندهم زيت في المصباح، دول اللي هيتزفوا للمسيح. وفي ناس تانية فاكرة ان الزيت ده لا ينفع ولا يضر. لا، عمل الروح القدس ده مهم جدا، مش حكاية الرب لا ينفع ولا يضر. ما في ناس كده النهاردة كتير من الناس اللي عايشة في العالم مش فارقة معها حاجة، يقول لك مش فارقة، يعمل بيمشي زي الناس ما هي ماشية. لا، وبعدين بيقول الناس اللي هم يرفضون التحفظ، في الإنجليزي واضحة أكتر، بيقول the man that despised the things committed to them، يعني الناس اللي خدت وزنات وخدت نعم من ربنا واحتقرتها، مش بتتحفظ للعمل بها، مش بتتحفظ للمتجرة بالوزنات لكن مش فارقة معاها وبتقول خلاص مش مهم ايه الوزنة دي، يعني الرب لا ينفع ولا يضر. لا، ازاي احنا هنقف قدام ربنا وحنعطي حسابا عن الوكالة اللي احنا ربنا حطينا وكلاء عليها. فربنا النهاردة جاي يساعدنا، بيقول لنا انا جاي افتش اورشليم بسراج.
هختم بكلمتين صغيرين. رحلة الصعود محتاجة إيه؟ وبعدين نقول لربنا إيه في بداية الرحلة النهاردة. رحلة الصعود أول حاجة زي ما قلنا محتاجة الدخول في دايرة جاذبية الصليب. لازم نقرب من الصليب، لازم نقرب شوية من الصليب، نطلع كده الآيات الحلوة بتاعت الصليب ونتأمل في محبة ربنا على الصليب، ونتأمل في إزاي نحمل الصليب وإزاي نقرب ونحط الصليب قدامنا. الصليب ده له جاذبية هتشدنا، هتلاقي النير هين والحمل خفيف. ليه؟ لأنه في جاذبية أقوى بكتير من جاذبية الأرض. تاني حاجة محتاجين عشان رحلة الصعود مع الدخول في دايرة جاذبية الصليب، محتاجين إيمان ولو بمقدار حبة خردل. إيمان ولو بمقدار بسيط. في الساعة 11 من السواعي المسائية اللي لسه اتقرت علينا آخر حاجة دلوقتي، بيقولوا له احنا ما عرفناش نخرج الشيطان ليه؟ فقال لهم يعني لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل، لكن بالنسبه لهذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم. يعني ايه ايمان بمقدار حبه خردل؟ هو الايمان ده، الايمان ده حاجه معنويه في القلب، يقين في القلب. ازاي يعني هيتقاس؟ يعني حجم ولا مساحة ولا وزن ولا إيه؟ يعني إيه حبة خردل؟ الإيمان يعني أعلق حياتي على كلمة ربنا. الإيمان إن أنا أعيش حسب كلمة ربنا وأعلق حياتي تماما على كلمة ربنا اللي يقول لي عليه أقول له حاضر. ده ببساطة كده. وعندي إيمان هقول له أنا ماشي وراك حاضر، هعلق حياتي على كلامك. فأقل وصية هعيشها هي دي حبة الخردل، تنقلني لأعلى مستوى وتدخلني في طريق الحياة الأبدية على طول، وترفعني للحياة الأبدية. أول وصية ابتدي أنفذها هو ده الإيمان، هو ده حبة الخردل اللي نبتدي بيها. وصية محبة، وصية عطاء، وصية احتمال، وصية خدمة، وصية طهارة، وصية إن أنا مردش على الشر بالشر، وصية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، وصية إنكار الذات، وصية أبتدي بيها. ده الإيمان، ده كده معناها إن أنا علقت حياتي على كلمة ربنا، وهو ده الإيمان اللي ممكن يبتدي كأنه حبة خردل. اللي هيعيش حسب وصية ربنا يصدقها ويعيش بيها، الوصية هترفعه وتشده لفوق. أي وصية الإنسان هينفذها في حياته هتشده لفوق على طول. فرحلة الصعود محتاجة إيمان، محتاجة نبتدي ولو بوصية صغيرة مثل حبة خردل صغيرة. تالت حاجة محتاجينها علشان رحلة الصعود مع المسيح، إن احنا نركز على شخص المسيح نفسه، ما نبصش لمين ولا شمال. فاكرين طبعا موقف بتاع بطرس لما كان ماشي على المية ولما شاف الأمواج خاف فبدأ يغرق، لكن طول ما هو عينه على المسيح خلاص ما يخافش أبدا وما يتعثرش. عشان كده السيد المسيح في الساعة الأولى من السواعي المسائية قال من يخدمني فليتبعني. بالضبط زي ما أنا ماشي، من يخدمني فليتبعني. قديس أغسطينوس يقول له يا رب من يقتفي آثارك لا يضل قط، يمشي زي المسيح. من يخدمني فليتبعني، عينه متركزة على المسيح ما يخافش، مش زي اللي قلنا عليهم في الاول انهم كانوا ماشيين وراه وخايفين، يبقوا مخهم بيجيبوا ويودي في المخاطر. انتوا مش عينيكم على المسيح، انتوا مش ثقتكم في المسيح، فين ايمانكم؟ ما كل الكلام اللي بيقوله لكم ده ايه؟ نسيتوه؟ طب ما النتيجه في الاخر ان ما حدش كمل، ما حدش وصل للاخر. فالتركيز على شخص المسيح. اخر حاجه محتاجينها في رحلة الصليب هي قطع الروابط الأرضية. لازم الإنسان يضبط نفسه ولازم يقطع الروابط ويقول له تعالى يا رب فتش زي ما فتشت أورشليم بسراك، تعالى فتش قلبي. الإنسان لازم يكون جد. هذا الجنس لا يخرج شيء إلا بالصوم والصلاة. الصوم
بيقطع كتير من الروابط الأرضية في شكل بسيط أولي، إن أنا بوقف أنواع معينة من الأكل وبقف خالص عن الأكل لمدة معينة من اليوم. داخلين في البسخة ومفروض بنصوم لحد الساعة 5 كل يوم، اللي يقدر على قد ما يقدر، بس يعني ده طقس الكنيسة، بنصوم الصوم الكبير كنا صايمين، ده بيقطع مننا حاجات كتيرة في محبة العالم. الصوم تدريب حلو، بداية كل جهاد روحي هو الصوم. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. فإحنا محتاجين علشان نطلع مع رحلة الصعود، محتاجين ندخل في دايرة الصليب وندخل في الجاذبية بتاعة الصليب. محتاجين إيمان ولو بقدر حبة خردل، ولو بقدر وصية واحدة صغيرة نبتدي بيها هترفعنا وتشدنا لفوق. محتاجين نركز على شخص يسوع، فلا نخاف أبدا، من يخدمني فليتبعني. لازم نكون عينينا عليه، وأيضا لازم نهتم إن إحنا ننظف من جوه ونقطع الروابط الأرضية، وما نهتمش بأمور الناس. الموقف بتاع بطرس كان موقف يعني يبدو أن المسيح فيه شديد، لما قال له حشاك يا رب أنت تتألم أنت تتصلب، اتقرت في الساعة 9، قال له اذهب خلفي، اذهب خلفي يا شيطان، امشي امشي من قدامي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. أنت ببص على المناظر قدام الناس، لا، بص علي. ويهمنا مجد ربنا، ويهمنا عمل الله الخلاصي وتدابيره من أجل خلاصنا اللي ما كانتش ممكن تتم من غير الصليب. عشان كده لما نبتدي الرحلة النهاردة صلاتنا تكون إيه؟ نقول له يا رب اجعلنا مستحقين أن احنا نكمل معاك للنهاية، ونقول له يا رب اجذبنا بمحبتك واقطع عننا كل ما يربطنا بالعالم وباهتمام الناس، ونقول له يا رب فتش قلوبنا ونقيها عشان تكون مقدسة بالكامل ليك، ونقول له يا رب افتح ذهننا عشان نفهم تدابيرك في حياتنا ونتبعك ونسلمك حياتنا، واثقين انك تقودنا في موكب نصرتك الى مجد وحياة أبدية. ولربنا كل مجد وكرامة الى الأبد. في خريستو